الحكايه كلها بتبتدي لما بتكون راجع من الشغل تعبان ومرهق وعاوز تنام، وبتبقى يا عيني حاطط في دماغك انك اول ما تحط دماغك على السرير هتروح في النوم، لكن للاسف بتتفاجئ انك اول ما بتحط دماغك على السرير دماغك بتبتدي تشتغل، وتقريبا بتفتكر كل حاجه حصلت في يومك، حتى الحاجات الصغيره اللي انت اصلا ما كنتش مهتم بيها ولا كنت عاوز تفتكرها بتلاقيك افتكرتها وانت نايم. يعني لو في صرصار عدى في المكتب بتاعك النهارده غالبا هتفتكره قبل ما تيجي تنام، وتقعد تسال نفسك بقى هو في ايه اللي حصل، ده انا من الصبح مش قادر اركز في الشغل وتعبان وهموت وانام، اجي اول ما احط دماغي على السرير ما اعرفش انام واقعد بالساعه والساعتين والثلاثه علشان ادخل في النوم. السر يا صديقي في الميلاتونين او ما يعرف بهرمون النوم. استعد بقى وخد نفس عميق لاننا على وشك نظبط الميلاتونين بتاعنا، لاننا هنتكلم النهارده عن مكمل الميلاتونين. الحلقه دي انا مش عاوزك تركز فيها خالص، انا كل اللي انا طالبه منك انك تنام. لو دي اول مره تشوفني فانا محمد ياسر طبيب بطنه وعنايه مركزه، ودي دردشه صحيه. الميلاتونين يا صديقي هو هرمون بيطلع في جسمنا بشكل طبيعي جدا، بيفرز المخ بتاعنا علشان يساعد على النوم او علشان يبتدي يحفز الجسم ان هو ينام. بيطلع من غدة موجودة في المخ اسمها الغدة الصنوبرية. الغدة دي بشكل اوتوماتيكي اول ما الشمس تبتدي تغرب تبتدي تطلع هرمون الميلاتونين اللي بيوصل لاقصى مستوى ليه في منتصف الليل. المخ بتاعنا بيفرز الميلاتونين علشان يثبت او يقلل الاشارات اللي بتساعد على الاستيقاظ، فالميلاتونين لما يطلع الاشارات دي تبتدي تقل شوية، فتبتدي انت تحس بالدوخة كده والهمدان والتعب علشان تدخل تنام تبقى انت مستعد جسديا للنوم. طب المخ بيعمل كده ليه؟ علشان النوم ده حاجة مهمة جدا وحاجة ضرورية علشان مناعتك وعلشان جسمك يشتغل بشكل صحيح. فالميلاتونين لما هيطلع هتبتدي الاشارات التانية بتاعت الاستيقاظ دي تقل، فيبتدي انت تدخل في مرحلة النوم. زي ما قلت لك ان الميلاتونين بيبتدي يطلع عند غروب الشمس وبيزيد جدا عند منتصف الليل، فمعنى كده ان الميلاتونين بيتأثر جدا بالضوء، علشان كده دايما بينصح انك قبل ما تيجي تدخل في النوم بلاش تعرض عينك لاي نوع من انواع الاضاءة، لان ده هيقلل افراز الميلاتونين فبالتالي مش هتقدر تدخل في النوم. وعاوز انبه على حاجة مهمة جدا، ان عملية النوم بتاعتنا عملية اكتف، يعني مش معنى ان انت ما عندكش استيقاظ اذا هيكون عندك نوم، لا، دي عملية الجسم بتاعنا لازم بيبذل فيها طاقة ومجهود علشان يحفزها ان هي تيجي. حتة النوم دي لازم الجسم بتاعك يطلع ميلاتونين علشان الميلاتونين يقلل الاشارات اللي بتحفز على الاستيقاظ. فمش معنى انك تعبان ومرهق ومجهد انك هتدخل على السرير هتنام، او انك ما عندكش طاقة فبالتالي دي تساوي ان انت هتنام، لا، لازم تفهم انك لو عندك مشكلة في انك تحفز النوم فانت مش هتعرف تنام. وفي ناس كتير للأسف عندهم مشاكل مثلا في الغدة الصنوبرية دي ما بيعرفوش يناموا لسنين طويلة وممكن يموتوا بسبب حاجة زي كده. ومن هنا بقى جت فكرة ان احنا نصنع الميلاتونين في المعامل علشان نستخدمه كمكمل غذائي اللي هو بيستخدم كمنوم او بيعالج بعض مشاكل النوم، زي مثلا بعض حالات الأرق اللي ممكن الميلاتونين يساعد فيها، زي مثلا الناس اللي بتسافر من دولة للتانية التوقيت فيها مختلف، يكون مثلا هنا في الدولة دي بالنهار فيروح للدولة التانية يلاقيها بالنهار برضو، فيبتدي هو يتلخبط والساعة البيولوجية بتاعته تتلخبط فما يعرفش ينام، ممكن الميلاتونين في الحالة دي يساعده شوية. الناس اللي بتشتغل فترات مسائية الساعة البيولوجية بتاعتهم بتتلخبط، لان زي ما قلنا الميلاتونين بيتفرز مساء بيتفرز بالليل، فبالتالي الميلاتونين هيطلع وهو مش نايم هو المفروض صاحي، وهرمونات النشاط هتطلع الصبح وهو المفروض نايم، فالدنيا عنده بتتلخبط شوية، فالميلاتونين ممكن يساعد في القصة دي. الناس اللي عندهم حاجة اسمها اضطراب طور النوم المتأخر، الناس اللي بتتأخر ساعتين ثلاثة عما تيجي تنام وتصحى متأخر ساعتين ثلاثة، كذلك بعض مشاكل النوم عند بعض الأطفال اللي عندهم توحد مثلا أو اللي عندهم ADHD، قد يكون الميلاتونين وسيلة مساعدة في الحالات اللي زي كده. طب ايه هي بقى جرعة الميلاتونين الآمنة؟ للأسف لغاية دلوقتي الـ FDA مش بتعترف بالميلاتونين كدواء، ولكن بتصنفه كمكمل غذائي، وعلشان كده المعلومات اللي عندنا مش كتير قوي عن الجرعات الآمنة بتاعته، لكن لحسن الحظ ان احنا عندنا بعض الأبحاث اللي بتساعدنا شوية في القصة دي، وكانت النتيجة انهم حددوا ان من 1 الى 5 ميلي جرام قد تكون جرعة آمنة. الميلاتونين بيتاخد من ساعة الى ساعتين قبل النوم، ولو هتاخد الميلاتونين لأول مرة فيفضل انك تبتدي بجرعات صغيرة
والدكتور بتاعك ممكن يساعدك على تحديد الجرعة المناسبة بالنسبة لك. بالنسبة للأطفال ممكن تكون جرعة 1 ميلي جرام كافية بالنسبة لهم وتكون آمنة شوية عليهم. بالنسبة للأطفال الأكبر شوية ممكن من 2.5 ل 3 ميلي جرام تكون جرعة مناسبة. أكبر من كده يعني وصلنا مثلا سن البلوغ ممكن 5 ميلي جرام تكون جرعة مناسبة. زي ما قلت لك لأن المعلومات اللي عندنا مش كبيرة قوي والتجارب مش كتير قوي، فبالتالي لازم قبل ما تدي للطفل بتاعك ميلاتونين لازم تراجع الدكتور بتاعك في الأول. طب هل مكملات الميلاتونين اللي موجودة في السوق دي هل كلها آمنة؟ الإجابة لا. زي ما قلت لك إن الـ FDA بتعامل الميلاتونين كمكمل غذائي مش دواء، يعني الرقابة اللي عليه مش بتكون صارمة قوي زي الرقابة اللي بتتعمل على الأدوية، والكلام ده ينطبق على كل المكملات الغذائية. ولو عاوز تفهم يعني إيه، ففي سنة 2017 اتعملت دراسة على 31 نوع من أنواع المكملات الغذائية اللي موجودة في السوق، وجدوا إن 71% من المنتجات دي مش بتتطابق مع الليبلز اللي موجودة على العلبة نفسها. يعني لما جم يقارنوا المنتج نفسه بالحاجات المكونات اللي مكتوبة على العلبة لقوها مش منطبقة تمام. يعني ممكن يقولك ان الحباية دي فيها ميلاتونين ولما تيجي مثلا تفحصها او تدور عليها ما تلاقيش ان هي ميلاتونين ولا حاجة. وجدوا ان 26% من المنتجات دي موجود فيها السيروتونين اللي قد يكون ضار حتى بالجرعات القليلة منه. فانت وانت بتشتري اي مكمل غذائي لازم تكون حريص جدا جدا وتشتريه من مكان موثوق. طيب هل بقى في خطورة لو اخدت الميلاتونين ده كل يوم؟ الميلاتونين يعتبر نوعا ما امن للاستخدام لفترات قصيرة، لكن الاستخدام لفترات طويلة للأسف احنا ما عندناش المعلومات الكاملة عنه، فمش هقدر اقولك اذا كان امن على المدى البعيد ولا لا. لكن في بعض الدراسات اللي بتقول ان هو حتى على المدى البعيد بيكون له بعض الاثار الجانبية البسيطة جدا. وبرضو في بعض المخاوف اللي بتقولك انك لو استخدمته في الاطفال لفترات طويلة ممكن يأخر البلوغ شوية، لانه الميلاتونين طبيعي اصلا بيقل عند فترة البلوغ دي، فلو استخدمته في الاطفال اللي هم خلاص هيبلغوا ممكن يأخر فترة البلوغ عنده. طب ايه اللي ممكن يحصل لو اخدنا ميلاتونين اكتر من اللازم؟ الميلاتونين في العموم كده امن ان شاء الله، لكن ممكن تحصل بعض الاثار الجانبية لبعض الناس، زي مثلا انك ممكن تحس انك دايما كده دايخ ومرهق وعاوز تنام، او عندك مثلا صداع بشكل مستمر او غثيان. الاطفال ممكن يخليهم يتبولوا اثناء النوم، وفي برضو بعض الاثار الجانبية ولكنها اقل شيوعا من الاثار اللي انا قلت لك عليها دي، زي مثلا انه ممكن يخليك متوتر او متهيئ، ممكن يعمل لك تقلصات في البطن ابدومنال كرامبس، ممكن يعمل رعشة، ممكن يخليك دايما حاسس بقلق او اكتئاب، ممكن يخليك برضو مشوش او عندك ارتباك، وممكن كمان يوطي لك الضغط بتاعك. طبعا لو حصل اي حاجة من الحاجات اللي انا ذكرتها دي لازم توقف الدواء فورا وتتجه على اقرب طبيب. طيب هل لو انا خدت الجرعة بتاعتي من الميلاتونين وما جابتش نتيجة، معرفتش انام، هل ممكن اخد جرعة تانية ولا هيحصل مشكلة؟ ان شاء الله ما يحصل لكش مشكلة ولا حاجة، ولكن في غالب بما ان الاولى ما جابتش نتيجة فالتانية برضو مش هتجيب نتيجة، وهتبقى عرضت نفسك لجرعة اكبر من الميلاتونين، فبالتالي انت عرضة اكتر لان يحصل لك الاثار الجانبية اللي ذكرناها من شوية. فلو انت اخدت جرعة وما جابتش نتيجة فكر في انك تعمل حاجة تانية او انك تاخد دواء تاني، طبعا بعد الرجوع للطبيب بتاعك، لكن ما تاخدش جرعة تانية من الميلاتونين لانك غالبا مش هتستفيد منها حاجة وممكن تاخد الاثار الجانبية بتاعتها. طيب لو انت بتاخد ادوية هل الميلاتونين ممكن يتدخل معها؟ للأسف بقى ان الميلاتونين قد يتداخل مع اكتر من 300 دواء، فلازم تكون حذر جدا، ولو انت بتاخد اي دواء لازم ترجع للطبيب بتاعك قبل ما تبتدي تاخد الميلاتونين. اشهر الادوية دي الادوية اللي بتعمل سيولة في الدم زي الوارفارين مثلا، الميلاتونين ممكن يزود فرصة ان يحصل لك سيولة منها. ادوية التشنجات الميلاتونين بيتداخل معها بيخليها ما بتشتغلش بشكل كويس فيبتدي يخليك انت تدخل في تشنجات اكتر. يعني لو انت معمول لك كنترول بادوية التشنجات لو دخلت عليهم الميلاتونين من غير ما ترجع للدكتور بتاعك غالبا هتدخل في نوبة تشنجات تاني. الناس اللي بتاخد ادوية علشان تضعف المناعة زي الناس اللي عاملين زراعة كبد او زراعة كلى او عندهم مرض مناعي فبياخدوا دواء يضعف المناعة، لو اخدت الميلاتونين مع الادوية بتاعتك هيأثر على الادوية بتاعتك. الناس اللي بتاخد ادوية سكر وبتحاول تظبط السكر بتاعها انه يكون مظبوط بالحرف
ومعمول لها كنترول بأدوية معينة. لو دخلت عليهم الميلاتونين، الميلاتونين ممكن يوطي السكر فممكن يدخلك في غيبوبة سكر. كذلك برضو نفس الفكرة في أدوية الضغط، الميلاتونين بيوطي الضغط، فالميلاتونين مع أدوية الضغط هيوطوا لك الضغط جامد فممكن يدخلك في مشاكل. أدوية منع الحمل لما بتتاخد مع الميلاتونين بتزود فرصة حدوث آثار جانبية من الميلاتونين، فبالتالي ما ينفعش انك تاخد الاثنين مع بعض الا ما ترجع للدكتور بتاعك. بما ان الميلاتونين بيخليك دايما دايخ وتعبان ومرهق وعاوز تنام، فبلاش تاخده وانت سايق مثلا، او انت بتشتغل على مكنة ممكن تعورك او ممكن تسبب لك مشكلة، ولا تاخده مع ادوية بتعمل نفس التأثير، يعني ادوية مثلا منومة تانية او ادوية مهدئة مثلا او كحوليات لو انت بتشرب كحوليات. ما ينفعش تاخد الميلاتونين مع حاجة بتديك نفس التأثير، فهتزود لك الموضوع بزيادة فهتبتدي تدخل في مشاكل. طب هل في حد المفروض ان هو يتجنب اخذ الميلاتونين ده؟ الحوامل. للاسف احنا ما عندناش المعلومات الكافيه ولا الابحاث الكفايه اللي تخلينا نقول للحوامل خدوا ميلاتونين وانتم مطمنين ومش هيحصل للبيبي مشكله. كذلك اللي بتخطط للحمل بلاش برضو كمان انت تاخد ميلاتونين. المرضعات يعني بلاش برضو كمان انتوا تاخدوا الميلاتونين، لان الميلاتونين اوريدي بيتفرز في اللبن بتاع الام، علشان كده دايما تلاقي الطفل اول ما بيرضع بينام، ده في الطبيعي من غير ما تاخدي ميلاتونين ولا حاجه، فما بالك بقى انت بتزودي جرعه الميلاتونين في الدم، فبالتالي ده هيوصل للطفل، فانت ممكن تدخليه في اثار جانبيه من جرعات عاليه من الميلاتونين. ولو ناويه تاخدي فلازم ترجع للدكتور بتاعك الاول. الناس اللي عندهم مرض مناعي، الناس اللي عندهم مشاكل في الكلى ومشاكل في الكبد، او الناس اللي عندهم حساسيه من الميلاتونين، بفضل طبعا انك ما تاخدش الميلاتونين الا ما ترجع للدكتور بتاعك. طيب لو انت دايما عندك مشاكل في النوم، امتى بقى لازم تقف وتقول لا هنا لازم اروح للدكتور بتاعي؟ لو دايما عندك مشكله انك تدخل في النوم بسهوله، او انك دايما بتفضل صاحي طول الليل، هنا لا لازم تروح للدكتور بتاعك. لو انت بتصحى بقى تلاقي نفسك طول اليوم دايخ ومش قادر تركز ودايما مرهق وانتاجيتك بتقل وكل ده مأثر على شغلك، فهنا بقى برضو لازم تروح للدكتور بتاعك وتشوف مشكله النوم عندك ايه. طب الدكتور بقى هيعمل ايه؟ اولا الدكتور يتناقش معاك كده في روتين نومك واللايف ستايل بتاعك، وممكن يطلب منك كمان انك تعمل مذكرة خاصة بالنوم بتاعك، تسجل فيها مثلا عدد ساعات النوم اللي انت بتاخدها طول اليوم، بتنام امتى، بتصحى امتى، بتنام بالنهار ولا لا، وهكذا. الدكتور برضو ممكن يطلب منك بعض الفحوصات الطبية اللي ممكن من خلالها يشوف ان في مشكلة ممكن نحلها، ولو حلناها المشكلة النوم بتاعتك هتتحل. واحنا كنا اتكلمنا قبل كده في فيديو سابق عن بعض المشاكل دي، هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس اسفل الفيديو ممكن تبص عليه. طب الخلاصة بقى، ناخد ميلاتونين ولا لا؟ لو هتسمع نصيحة من اخوك ما تاخدش اي دواء من غير ما ترجع للدكتور بتاعك. والناس اللي متابعيني من زمان عارفين ان انا هنا ما بنصحش حد انه ياخد دواء من غير ما يرجع للدكتور بتاعه، ولكن بتجيلي بعض الرسائل وخاصة من ناس مسافرين بيقولوا ان احنا هنا بيبقى صعب ان احنا نحصل على طبيب، او مش عارفين نروح لدكتور وبيبقى عندنا مشاكل في النوم بسبب الشغل وحاجات زي كده. انا دايما بقولك لو تعرف تروح للدكتور فلازم تروح للدكتور وما تاخدش اي حاجة منه، لان الدكتور هيشوفك هيفحصك هيسمع منك التاريخ المرضي بتاعك، هيعرف ايه سبب المشكلة اللي عندك، وممكن يحللك المشكلة اصلا بدون ادوية، فبالتالي هتبقى وفرت على نفسك فلوس ووفرت على نفسك صحتك والاثار الجانبية اللي انت ممكن تاخدها من الادوية دي. اذا لو في عندك اوبشن انك تروح للدكتور فما تترددش لحظة انك تروح للدكتور. لكن لو انت اوريدي ماشي على الميلاتونين او بتفكر انك تاخد الميلاتونين، او سمعت الناس بتتكلم عنه على السوشيال ميديا ودماغك مسوحاك انك تروح تشتريه، فانا دوري هنا بقى ان اقولك عنه بعض المعلومات، واقولك انك لو بتاخده او هتاخده تاخد بالك من 1 2 3. وزي ما قلتلك الميلاتونين لفترات قصيرة ان شاء الله يكون امن ومفيش منه مشكلة، لكن لو حصل لك منه اي اثر جانبي لازم توقف فورا وترجع للدكتور بتاعك. في النهاية كنت عاوز اعرف بتعملوا ايه لما بيكون عندكم صعوبة في النوم؟ هل ممكن تلجأ لمكملات الميلاتونين؟ وهل فيكم حد جربها؟ واللي جربها هل جابت معاه نتيجة ولا لا؟ ياريت تكتبوا لي ارائكم في الكومنتات تحت الفيديو، وان شاء الله اشوفكم الحلقة اللي جاية. انا محمد ياسر ودي كانت دردشة صحية.